يمكن عشرت مستر كوبر كتير. لا مستر كوبر برضو من المدربين زي ما قلت اللي هم كانوا بتوع المرحلة اللي فاتت. راجل يعني بيشتغل كويس جدا جدا. ايه المشكلة؟ في مشاكل قابلته قبل كاس العالم كمان. انت اعتماد اول حاجة كان في خطأ او اعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين ما كانش عنده البدايل ليهم. عندك مشكلة محمد صلاح اصابته، عندك مشكلة عبد الله السعيد كانت مشكلة كبيرة جدا اللي هي انتقاله للزمالك للاهلي اللي بره اللي بتاع وعدم لعبه الفتره اللي فاتت، عدم مشاركه علي جبر. الاعمده الاساسيه رمضان هو دوت هو طب ما دي كويس بس هو انت دلوقتي عندك المشاكل بتاع اللعيبه انت الحاله بتاعتنا انت اللي تحل الحاله بتاعتنا. لو الحاله كويسه جدا بتاعت اللعيبه الاساسيين اللي شاركوا الفتره اللي فاتت دي كلها كان يبقى شكلنا افضل من كده شويه. لكن حمادة يعني انت بتتكلم ان ممكن لعيبه تقعد تلعب 3 سنين؟ يعني انت القوام بتاع المنتخب القوام بتاع المنتخب 3 سنين؟ يعني علي جبر ما بيلعبش، راح انجلترا ما بيلعبش علي جبر، ما لعبش خالص كويس كويس خالص. سبع ثمان شهور نمسك عبد الشافي، انا اتكلم عبد الشافي، عبد الشافي ما بيلعبش، ما اتكلم براحه النني اخر بقى له 3 اشهر ما بيلعبش اصابه، كان عنده اصابه قعد 3 شهور. يعني بتكلم كلام كلام مروان محسن بقى له قد ايه ما بيلعبش؟ بتكلم كلام عكس كلام. لا انا بقول له لا احنا بنتكلم عن الحاله الفنيه والبدنيه في وقت كاس العالم مش موجوده كويس. لو الحاله دي كويسه جدا زي قبل كده صلاح ماشي كويس علي جبر بيشارك الفريق كله بيشارك بانتظام هتشوف فريق منتخب مصر احسن من كده.